معكم الكوتش زهير منصوري من نادي الحمل الاولمبي صفرو، حامل لبعض الالقاب الوطنيه والعربيه بدوله الامارات العربيه المتحده. البطل اللي معايا بطل ياسين، بطل جهوي عده مرات، شارك في بطوله المغرب. بالنسبه للتحديات اللي سمعناهم مؤخرا، فنحن بدورنا كلاعبي رياضه الكيك بوكسين، ماشي ناس كيهضروا من الفراغ، ماشي بحال بعض الناس اللي كيخرجوا في السوشيال ميديا باش يهضروا. فحنا كما كتشوفوا داخل صاله رياضيه كتشوف كل شيء على عينك. المهم حنا كنحطوا حتى حنا التحديات ديالنا للبطل، بصفه البطل غادي يتحدى واحد اربعه الناس، هو مول جوج دراهم ونزار الروفيكس ومول جوج المليون. هاد الاربعه هادو كيتحداهم البطل ياسين بقوانين الكيك بوكسين المعترفه وطنيا ودوليا. حنا ما كنلعبوا في الزنقه، ما كنلعبوا بفلوس، وانا كماناجر ديالو مرحبا به، نطلبوا اي تحدي واللي وافق عليه مرحبا به، ما كنقمروا فلوس، ما كنلعبوا. بغى يلعب شي واحد مرحبا به. كلشي كتشوفوه على عينيكم بالليغا، بكلشي، بالامور مضبوطه، بقوانين، بليزاسيرونس، باي حاجه. ما كنلعبوش في باركينغات، ما كنلعبوش في الزنقه، لي صار موجودين الحمد لله، يا عندنا يا عندكم، اللي في طنجه في طنجه، اللي في الرباط في الرباط، اللي في كازا في كازا، واللي في اكادير في اكادير، كل واحد بسميتو. غادي يلقى كلشي في صندوق الوصف. اللي لاشين ديالي الاسم ديالها زوير مواي تاي تي في، دابا نخليوها لعند لعند الاذاعه النت، وهادشي اللي نقولوا، ونخليو كلمه للبطل ياسين يقول لكم شي كلمات. السلام عليكم. المهم نتمنى من الله عواشركم مبروكه والصحه والسلامه ان شاء الله. وحنا المهم اي واحد كنقبلوا له التحدي ديالو في اي وقت ان شاء الله. المهم دوزوا غير واحد الكومبا ان شاء الله في شهر 5 فيه 19 مع واحد التحدي ديال واحد الناس من الفاس، وحنا معكم مرحبا في اي وقت، والسلام عليكم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.